صباح الخير لك المشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد ونهار جديد، إن شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير وراحة البال والرزق لكل الناس. اليوم بداية أسبوع، دائما بنكون محملين بطاقة إيجابية قد ما بنقدر ومرتبين جدول أعمالنا شو ممكن يكون، والتفاصيل الصغيرة مثل كل يوم بنقول إنه ممكن تعمل إضافات حلوة بحياتنا. فقراتنا لليوم من مجالات مختلفة وأكيد ضيوفنا، ولكن قبل ما نبدأ صباحنا بدي صبح عليك يا رشا. يسعد صباح. صباح الخير نرمين لك، يومك حلو وصباح الخير لكل حدا مرافقنا برحلتنا الصباحية. تمنياتنا لكم لهذا النهار يحمل معه كل الطاقة الحلوة والرزقة الكريمة، ونبلش نهارنا ونقول يا رب. خلونا نروح لفاصل ونكون بأول فقراتنا. يا ناس ما تبلادنا ودينا عبلادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعاد. Now yeah. بلهجتها الحمصي والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السوري والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، للعنبات الحلياني بقلب الجرة منتظري. حسن مشتاقين يصيروا نخب بلادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا بلادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا بلادنا، اشتقنا تلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. يا ناس ما تبلادنا ودينا بلادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. واليوم 2 تشرين الأول، أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم بذاكرة الصباح، خلونا نتابع. اليوم 2 تشرين الأول، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. عام 1535 جاك كارتيه يكتشف الموقع الذي أقيمت فيه مدينة مونتريال الكندية، وفي عام 1925 جون لوجي بيرد يقوم بتجربة أول تلفاز في العالم. عام 2009 اختيار ريو دي جانيرو لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016. ومن الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1869 ماهاتما غاندي زعيم هندي. عام 1904 غراهام غرين كاتب روائي إنجليزي. ومن الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1974 فاسيلي ماكاروفيتشوكشين كاتب وممثل ومخرج روسي. أيضا خلونا نروح ضمن تقريرنا نتعرف على أهم المعلومات لليوم. يقول علم النفس اليوم، كلما كان الشخص فاقدا للاهتمام والاحتواء كلما زادت سرعة تعلقه بالأشخاص الذين يعاملونه بلطف. المولود الثاني بالعائلة يكون أكثر إخوته جرأة وحبا للمغامرات ومواجهة المشكلات. المغامرة شعور معدي، فإذا كنت متردد بالقيام بأمر معين ورأيت شخصا سبقك وفعله أمامك فحتما سوف تزداد جرأتك على الإقدام بفعله.
يرتبط صوت دقات قلب أمك بمشاعر الراحة لديك، لأنه هو الصوت الوحيد الذي كنت تسمعه عندما كنت في رحمها تتلقى الغذاء والراحة والأمان. سرعة نزول الدموع أثناء الحزن أو الفرح الشديد تدل على أن صاحبها لديه شخصية عاطفية جداً وصادق في التعبير عن مشاعره وسريع التأثر. العطاء هو أن تكون في الحياة كزجاجة العطر، قدم للآخرين كل ما بداخلك وإن فرغت تبقى رائحتك طيبة. وإلى حفل لتكريم المتفوقين من أبناء العمال في مسرح راميتا بدمشق، التفاصيل مع تيماء المسعود. أقامت نقابة العمال في محافظة دمشق احتفالاً كرمت من خلاله المتفوقين من أبناء العمال في مسرح راميتا بدمشق. أصبح لدينا عرفاً بأن كل من يتفوق في الدراسة له هذه الاحتفالية، وهي عربون محبي من التنظيم النقابي لهؤلاء الطلبة أبناء العمال الذين كانوا خلف آلاتهم وعجلات الإنتاج خلال فترة الحرب وقدموا كل مقومات الصمود، فمن أولى ومن باب أولى أن نفرح معهم بفرحتهم بأبنائهم بهذا التفوق، وهذا يعتبر تكريم لنا بوجودنا بين أبنائنا الطلبة المتفوقين. الحقيقة هو بيعطي حافز ودافع لأبناء أخوتنا العمال، ونحن فقط يعني من قلن أنه نحن معاكم بكافة الأحوال وبكافة الأجواء، وهذا بيكون حافز ودافع لأنه مستمر، خصوصا بأهمية عملية التكريم. التعليم كتير مهم خصوصا بوضعنا هذا. هدول الطلاب يعني أكيد بنعتمد عليهم بالأيام الجاية، هن اللي بدهم يبنوا المستقبل مع إعادة عمار سوريا. الاهتمام فيهم اهتمام لازم يكون على حيز كبير وعلى مستوى واسع، ونحن جاهزين بتوجيه دائما ومتابعة لهم من قبل حتى مكاتب النقابات. نحن تواجدنا دائما من مكاتب النقابات بالتجمعات العمالية، ممكن مع العامل لحظة بلحظة، وهذا التكريم هو تكريم لنا مو بس للعامل، ونقطة إيجابية دائما نحو الأفضل والأحسن. الحفل تضمن تكريم مجموعة من الطلاب الحاصلين على العلامات الكاملة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. أحب أشكر أهلي على مجهودهم وتعبهم معي خلال السنة لحتى وصلت لنتيجة كتير حلوة، وبحب شجع أي حدا عم يدرس أو هو بالسنة التاسع لحتى يدرس ويجتهد لحتى يوصل لنتيجة العلامة التامة، دائما يحط بباله الأعلى لحتى يوصل له، لأنه لما حدا يوصل يحصد ثمرة نجاحه رح يحس بشعور كتير حلو ورح يفرح كتير. فرحة النجاح فرحة لا توصف، خصيصا لما الطالب يحصل على العلامة التامة. أكيد شيء بعد الجد والاجتهاد اللي الطالب تعبه من بداية السنة لنهاية السنة لحتى يحصل هالعلامة، حصلناها الحمد لله بعد ما كانت يعني شبه مستحيلة، ولكن الحمد لله وصلنا لها. نجاح كتير شيء حلو، وأعظم إنجاز بحياتي كان هو وقت عرفت نتيجتي بالبكالوريا. طبعا كل الفضل كان أكيد لله الحمد لله يعني، ولأهلي وبهدي هالنجاح للدكتور بشار الأسد ولبلدي سوريا، وبتمنى من الكل ما يستسلم ويحقق أحلامه، وإنه ودائما يكون على أمل لحتى نكبر هالبلد أكثر وأكثر. تميز هذا التكريم بأن المتفوقين من أبناء الطبقة العاملة التي رغم كل الظروف والمعاناة توصلوا إلى هذا النجاح حاملين رسالة الإصرار على بناء سوريا. وأولى مساحاتنا لليوم حنفردها لمساحتنا الطبية. كتير من الأشخاص بيواجهوا متاعب بحياتهم وقت بيكتشفوا أي مرض بحياتهم، وخاصة إذا صنفت من الأمراض الخطيرة مثل الأمراض السرطانية. اليوم ضمن مساحتنا الطبية رح نضوي على مرض سرطان القولون. كتير بنسمع في أشخاص بينصابوا بهذا المرض، ولكن في نقطة كتير مهمة إنه
دائما بنروح لاخر مرحله يعني تم وصفه بالمرض الصامت، وخاصه هذا المرض بيؤدي للموت اذا لم يتم معالجته من البدايه. اليوم رح نتعرف على اسباب هذا المرض الاعراض مع ضيفنا لليوم الدكتور نذير ابراهيم، وهو اختصاص في الامراض الهضميه. يسعد صباحك حكيم واهلا وسهلا بحضرتك. يا هلا، يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. كثير من الاشخاص نسمع مصابين بمرض القولون بشكل عام وليس السرطان. خلينا نحكي اول شيء، نعرف هيك ولو سريعا بالمرض ونسال حضرتك، ممكن يتطور لا سمح الله لموضوع السرطان؟ شيء سؤال حلو. الشيء المهم انه اللي بنسميه احنا القولون العصبي او متلازمه القولون المتهيج باللغه العربيه، هذا مرض شائع جدا وبيشكل حوالي 40% من مراجعين اطباء الهضم، يعني 40% اللي بيراجعونا عندهم مشاكل بنسميه القولون العصبي. وهذا مرض مختلف تماما، ليس له اي يعني علاقه مباشره ولا يتطور الى سرطان قولون. سرطان قولون مرض لحاله، وتشنج القولون العصبي بحب طمن لانه كثير من الناس كثير اللي عم يشاهدونا اول شيء رح يعني نقطع علمهم انه في علاقه بيناتهم، لا علاقه مباشره على الاطلاق. المشكله انه قد يتظاهر سرطان قولون باعراضه كانه قولون متهيج. هنا يجب ان نكون واضحين، وان عند مراجعه الطبيب طبعا الطبيب راح يقدر انه هل هناك داعي لاستقصاءات وفحوص وامور اخرى حتى يميز بين الحالتين. اذا تاكد انه تشنج قولون او قولون متهيج، هذا لحاله عباره عن علاج طويل الامد وله علاقه، بنقول بالانجليزي الكولون ريفلكس ذا مود، يعني الكولون بيعكس المزاج، وبالتالي التوتر والشخصيه اللي بسموها تايب ا بيرسوناليتي اللي هي اللي كثير دول يعني في عالم كثير بتفوت منه هون الكلمه المزعجه بيطالعوها من هون بدون ما طناش، هذا ما بصير معه تشنج قولون. اما الحساسين اكثر اللي بدوروا على البرفكشن اكثر اللي بداوا اكثر بتفوت الكلمه بقلبوها 300 قلبه بالراس، هي شخصيه ما لها علاقه، هذا استعداد، هذا بخلينا نعمل اكثر حضور لمتلازمه القولون المتهيج. فاطمنوا يلي عندهم قولون عصبي، هدول ما راح يطوروا سرطان قولون الا كما هو يتطور عند الاخرين اللي عندهم واللي ما عندهم، وان شاء الله راح نلقي الضوء على هذه النقاط أسألكم القادمة. دكتور قدي اليوم معنا نسبة القولون العصبي بسبب الضغوط والظروف اللي عم نعيشها، وحضرتك من كلامك ربطت اليوم الحالة النفسية بمنشأ هذا المرض؟ حتى جاوب علميا احنا ما عنا احصائيات واضحة، ولكن كما نعلم يعني الظروف التي نمر بها بهذه المرحلة ظروف ضاغطة بكل الاتجاهات، فاللي كان عنده استعداد شوي للتحمل وخف قدرته على التحمل هذا قد يزيد هذه القضية بشكل كثير كبير، لكن ما عنا ارقام. لكن عم أقول حتى في بريطانيا حتى في أمريكا 40% من مراجعي عيادات أمراض الهضم يتبين أنه لديهم متلازمة القولون المتهيج، فهي شائعة جدا. هلأ توقعك من مكانه سؤالك أنه هو سؤال معه إجابته أنه ألا تزداد بهذه الظروف؟ بالطبع، يعني عندما تكون الضغوط مي وكهرباء وعدم وفرة مالية وما رح نحكي كله لما تقلبنا يا السياسي. طيب خلينا دكتور نذكر وننوه على أعراض القولون ولو سريعا، ونشوف قديش بتتشابه مع أمراض تانية مثل المرارة أو غيرها من الأمراض. الحقيقة متلازمة القولون المتهيج أعراضها يعني بنقول من A إلى Z يعني يعني كبيرة جدا ومتفاوتة جدا ولا يمكن حصرها في إطار واحد. وسبق وحكينا بأحد البرامج عن القولون المتهيج، بدي أقول إنه بس باختصار إنه هو أعراضه أعراض قد تكون تخبئ وراء أمراض أخرى، يعني مثلا في مرضى اللي عندهم عدم تحمل لللاكتوز ممكن يجوا بأعراض وكأنها تشنج قولون، مرضى أسواء الامتصاص ممكن يجوا وكأنهم ممكن بكل الأعراض الأخرى اللي بتساوي آلام بطنية بما فيها يعني أي عضو بطني أنه يعطي، لكن هو بحد ذاته عندما نجري الفحوص والتحاليل هو له يعني كيمنة بحد ذاته لا يوجد شيء آخر، يعني جزء منا ننفي الأمراض الأخرى، ولكن في بعض الأعراض اللي هو يعني تباين بين مرة عنده أمساك مرة عنده إسهال على بعض الأكلات بيتطبل البطن، بتقلك الست أنا بلبس تنورة الصبح 36 إذا نعزمت على الغداء أكلت كبة بصير تنورتي بدها 42، هذا مش عيب دغري بيقلك أنه يعني إحنا رايحين بهذا الاتجاه اللي هو مسميه. يعني هو شو المبدأ فيه ببساطة ننتقل لموضوعنا بعدين، أنه الكولون عادة بيتقبض بمكان بيفتح بمكان وهكذا بتمشي، بتشنج الكولون يتقبض بأمكنة مختلفة بنفس الوقت، لذلك البطن بيبدو وكأنه متطبق.
هي أهم أعراضه، ولكن لا علاقة لها. وبرجع بقول مرة ثانية هذا لا يتطور إلى سرطان قولون. لا تخشوا الستات، هو بيصيب الستات أكثر، لأن بتعرفوا أنتم حساسين أكثر كمان، أكثر يعني استشعارا بال يعني بالأذى وارتكاز له، فبالتالي يعني هذا لا يتطور سرطان قولون للإطمئنان. طيب دكتور، خلينا نضوي أكثر على سرطان الكولون لليوم، شو هو أعراضه وإمتى اليوم المريض يعني بيصل لمرحلة أنه أنا لازم روح شخص إذا كان سرطان أو لا؟ تمام، احنا حكينا عن تشنج الكولون، حتى نحن بنقول تشنج الكولون إذا ما بيبلش هو صغير الواحد، أما واحد عمره 40 سنة وعنده أعراض بطنية وتغير بعادات التغوط، كان صيص إمساك أكثر من قبل، نقول تشنج الكولون هون لا، هون بنشغل الانذار. الانذار انه البدء المتاخر لاعراض غير وصفيه في البطن يجب ان يستقصى، يجب ان يستقصى لننفي انه هناك يعني سرطان، سرطان كولون او امراض كولون اخرى غير التشنج. عاده مثل ما قلنا مع تقدم العمر قدرتنا على تحمل الامور والارتكاز الى باقل يعني اقل عنفا واقل ارتكاسا واقل تشنجا واقل تطبلا، هو مع العمر يتقدم يعني بصير الواحد بيتحمل لانه تعود على اللطم. اما بعد ال 35 سنه هذه الاعراض اي اعراض بطنيه غير وصفيه. الاعراض المنذره بتخوف انه والله صار معه جنب الخروج، اعراض بتخوف انه نزل وزنه، انه مو بس عم يوجعه بطنه. اما فوق العمر هذا اهم نقطه ان تراجع طبيبك، ولا تعتبر انه انت مثل يعني الست تعتبر انه بنتها عندها تشنج كولون وهي صار معها تشنج كولون وعمرها 45 سنه، هذا غلط. هون يجب ان يستقصى. والنقطة المهمة الكثير مهمة جدا، سرطان الكولون انذاره خطره يتعلق بالكشف المبكر له، وهذا اللي بدنا نحكي كيف بدنا نلاقي طريقة لنكشفه باكرا. هون نقطة مهمة جدا، يعني إذا أنا ما عندي قصة يعني سرطان كولون بالعائلة وما عندي حدا من أهلي معه سرطان كولون، خاصة الأب الأم الأخ الابن، يعني بيسمون أول درجة الأولى من القرابة، تمام، إذا ما عندي هل هناك داعي لأني استقصي عن سرطان كولون؟ برا هذا الأمر متاح ويجب أن يصبح متاح في مرحلة ما بهذا البلد، لأنه الاستقصاء عن سرطان الكولون لمرة واحدة ببعض التحاليل البسيطة عندما تظهر على الأعراض التي تنبئ بأنه في مشكلة ما ننفيها بهذه الاستقصاءات، أو ما بدي أقول ننفيها بالمطلق ولكن نخفف من احتمال حدوثها، وبالتالي الجزء الآخر نكتشفه باكرا. الاكتشاف المبكر رح احكيها، خليني اشوف بالاصابع، انا اذا اكتشفت سرطان الكولون مبكر عند المريض 9 من 10 بيشفوا. اذا اكتشفته متاخر 9 من 10 خلال 5 سنين بيموتوا. خلينا نرجع على الرقم، 1 من 10 فقط هناك خطر على حياته بالاكتشاف المبكر، 9 من 10 اذا كان الاكتشاف متاخر. خلينا نشوف بس يعني هيك معادله بسيطه، هائل الفرق. لذلك يجب أن نبحث، وهذا بدنا نحكي أنه متى نبحث عن سرطان الكولون مبكرا، ماذا نجري لنكتشفه، وكيف نعالج السرطانات في بدايتها أو قبل أن تصبح سرطان بدقة بالمراحل المتحولة. تحبوا نحكي فيه في أول أكيد دكتور، ما هذا صار السؤالنا أو محور حديثنا، أنه كيف نحن ممكن نكشف السرطان؟ في يمكن أشخاص ما يظهر عندهم أي أعراض، ولكن لما تظهر الأعراض يحللوا يطلع معهم ويطلع بشوي مراحل متقدمة، يعني طبيعة جسمهم ما أنبأت بوجود السرطان، فكيف نحن فينا يعني نكتشفه مبكرا؟ إذا في قصة عائلية، لأنه 5% من سرطانات الكولونات عائلية، يعني فيها تحول بالجينات. هلا إذا في قصة عائلية قضية مختلفة تمام، يعني إذا حدا عندك من الأقاربنا درجة أولى فهذا صار يستدعي أنه نراقب هذه القضية بشكل كتير مباشر. إذا في أعراض منبئة بأنه هذه الأعراض ليست عبارة عن مرض بسيط، يعني مثل ما قلنا نقص الوزن، فقر الدم، الدم الخفي بالوراز الإيجابية، إيجابية هذا الفحص، هذا بيخلينا نقول روح نعمل تنظير كولون. أو إذا ما عندنا إمكانية تنظير كولون، وهو التنظير الكولون هو رقم واحد في الكشف المبكر، ولكنه يعني دونه عدة عقبات، واحد منه هي الكلفة، واحد منه هو التحضير، واحد منه هو القلق، يعني انه والله بده ياخذ مسهل وبده يعمل، ويعني في اجراءات. هناك تحاليل اخرى يعني تم اعتمادها عالميا كثير بسيطه، هو تحري الدم الخفي بالبراز بطريقتين، الطريقه القديمه بنعمل 3 نماذج، الطريقه الجديده هي FIT بنسميها، عباره عن نموذج واحد، هذا بينقي الصوره
الوفيات من سرطان قولون بالمجتمع 33%. ليش؟ لأنه نكشفه باكرا. الكشف المبكر بيخلينا نعالج بشكل مبكر، نعمل العلاج كتير له كتير بسيط، ما هو معقد، ما في داعي في معظم الحالات لعلاجات جهازية وشعاعية وكيموثيرابي. فبالتالي إذا استخدمناه مبكرا بالمراحل اللي تحول فيها، معظم سرطانات الكولون تنشأ على قاعدة نسميها البوليب. بوليب يعني مثل التالولة، تالولة صغيرة بتجيب الكولون. هلأ جزء منها اللي مسميه اللي له بنية غدية أدينوما، هذا إذا كبر فوق السنتي بصير بيتحول لسرطان. سرطان. لكن للمرضى اللي هلأ عم يسمعونا وعاملين بوليبات، هذا البوليب لحتى يتحول لسرطان بياخد، إذا كان يعني حجمه أقل من سنتي بياخد 10 سنين. يعني مو بكرة رح يصير معك، إذا نظرت من شهر وطلع معك بوليب أعطي لك موعد للتنظير لتشيله بعد فترة، لا تقلق لأنه يعني بياخد. أما إذا كان البوليب كبير فسرعة فيه أكبر. هلا هدول البوليبات بشكله يعني الحالة الأكثر تأهيبا لأنه هدول يتحول إلى سرطان كولون. إذن البوليبات، البوليب هو عبارة مثل الزايدة اللحمية، مثل التالولة اللي بتكون على الجلد بنشوفها أثناء تنظير الكولون. كل ما كتر عدد البوليبات أو حجم البوليب ونوع البوليب، نوع التهابي ما له معنى، ما له خوف من ما بيتطور، لكن يجب أن يستقصى. طريقة استقصائه سهلة، يعني مثل ما قلت عملت فحص طلع عندي دم، نظرت لقيت عندي بوليبين، أخذت البوليب اللي طلع عندي أدينوم، أكيد بدي أرجع نظر بعد كم سنة حسب درجة التحول بهذا. هناك يعني قواعد عالمية متفق عليها. هلا قد لا تكون يعني متفق عليها كثيرا عنا لأنه في آراء مختلفة فيها، لأنه ما عنا يعني ناظم واحد لهذه القضية، ولكن علميا نحن بجامعة أمراض الهضم حاولنا نعمل، حاولنا نعرف ليش عندنا سرطان كولون. بفترة من فترات عملنا مرتين دراسة وما ضبطت معنا، لأنه بدها حتى نعرف قديش سرطان كولون يختلف من مجتمع إلى آخر، يعني مو عندنا نفس النسبة. عالميا أعطيك مثال، سرطان كولون ثالث سرطان انتشارا بدول الغرب، يعني تعدي سرطانات أول واحد كذا، الثاني الثالث هو سرطان كولون عند النساء وعند الرجال. يعني بالمين السبب شو هو؟ نوع الأكل. فنحن أحلى بنحكي على أنه هذا واحد منه، واحد منه. جيتي على الوتر، يعني نحن بنحكي كتير بالأكل بيأثر إذا بدنا نحكي في أكل بيأثر بأنه ينتج أمراض، أكتر شيء هو الكولون، وعليه نقاش طويل وطويل جدا. يعني مثلا بما أنك حكيتي فيه، إن إذا اللحم المشوي، اللحم اللي سواء بالجريل واللي على الفحم، هاد بيطلع مواد مسرطنة أكتر، تناوله بكثرة هذا ممكن يزيدها. اللي عندهم أوفر ويت مين ما كان، يعني أوبيس زيادة، ملاحظ أنه بصير عندهم سرطان كولون أكتر من غيره. يعني بمعنى آخر، هلأ مرضى السكري قد يزداد عندهم، وهو أهم أنه بيزداد عندهم مخاطر العلاج تبعه، لأنه السكري له مشاكل أخرى. فإذا ما عدا العائلي، العائلي صديقتي العزيزة، في مرض عائلي اسمه داء البوليبات العائلي، هو 1% من سرطان كولون. بس قبل 40 سنة تقريبا 100% من المصابين بداء البوليبات، يعني يكون عنده الكولون 100 بوليب 1000 بوليب، 100% بتسرطه، 100%. لذلك كتير منهم منشلون الكولون قبل ما يصيروا بالأربعين سنة. وأكيد يعني أنا عندي عائلة مقربة إلي جدا على المستوى الشخصي، يعني متابعون عندهم صبية منهم. يعني هذا مسألة هو نادر، ولكن إذا في قصة فما عاد شي تقول والله مننظر أختها مننظر أخوها، ما بنعمل، لأنه قضية 100% يتحول إلى سرطان. هلا المرض الثاني اللي هو ما في بوليبات 4%، الباقي كلهم ما في غير انه بوليبات بتصير وبتعمل سرطانات بالنسبه الاعظم منهم. طيب دكتور، خلينا نوصف الحاله بشكل دقيق، كونه اليوم عم نحكي عن مرض كثير مهم وهو شائع مبدئيا ككولون عصبي نفخه، بيعمل قصص كثير بشكل الجسم، ومثل ما قلت نحن دائما بعاداتنا الصحيه بنأثر ومتأثر فيه دائما. خلينا نحكي عن علاقته بالامعاء والمعده. هلا سرطان الكولون تحديدا وليس تشنج الكولون، في جزء منه بيعمل اورام خارج الكولون، تنازلات قليله، ما بدي اشغل المشاهدين فيها لانه هي كثير قليله نسبتها. لكن اللي بدي اقوله انه اعراض اللي المنذره لسرطان الكولون، برجع بعيدها للمره الثانيه، انه انا لما عندي اعراض بلشت وكانه الام بطنيه تشبه تشنج كولون او مشاكل كولونيه او انتانات، هدول بعد 35 سنة لازم تأخذ بجدية وننفيها.
المرضى اللي عندهم داء كرون، اللي عندهم التهاب كولون قرحي ومشخص، هدول يزداد عندهم نسبة سرطان الكولون. فما فيني افترض السلامة بالأعراض الجديدة وأنه كأنه ما في شيء، هون بناخدها أكثر جدية. أما الباقي فأنا متبرب كل الناس تنحط على فحص سرطان الكولون بعمر محدد، دول 45، دول فوق 50، ومنعطيهم هالاستقصاء اللي هو ما فحص براز أو تنظير الكولون. طيب دكتور، فينا ناخذ نصائحك ولو سريعة من حضرتك ممكن بما يخص اكتشاف مرض السرطان، سرطان الكولون، أو حتى طريقة العلاج ولو سريعا؟ هلأ طريقة العلاج تعتمد على المرحلة اللي اكتشفت فيها السرطان. يعني إذا مثلا لقينا بوليم ونبلش السرطان بنسميه انسايتو فيه، أو أنه صار عنده كتير عسر تصنع بقلبه، هذا المقدم للسرطان، ولو حجمه 2 سنتي 3 أيام، زمان كنا نعمل عمليات، هلأ مشيلهم بالتنظير، يعني بفوت من المنظار عبر المنظار العادي مو منظار بطن، ومنقطع ومنقيم ومنستقصي وانتهت القضية. طبعا من راكب بعدها بفترة، لكن عمليا ما احتاجنا لفتح بطن. هلأ إذا كان السرطان لا غزا وعبر إلى جدار الكولون، صار في جراحة، والجراحة إما جراحة موضعة، أما إذا كان منتشر أكثر فيحتاج إلى علاج بالمواد الكيماوية، وقد يحتاج إلى علاج بالأشعة. لذلك برجع بقول الاكتشاف المبكر هو سر الوقاية، الأمان والنجاح. هلا بالوقاية قلت عليها، في كتير كلمات إنه بنحكي بنعطي أسبرين للمرضى بيوقي من سرطان، هذا شائع، عليه خلاف إلا بالتنازلات الوراثية خاصة اللي ما فيها بوليبات، ممكن الأسبرين يكون كتير مفيد. أما تعطي لمريض أسبرين ولأنه بدك تحميه من سرطان الكولون وهو ما عنده ولا ريسك آخر، ما عنده عوامل خطورة للإصابة بسرطان الكولون، فنحن بالهضمية شايفين مشاكل كبيرة للأسبرين، ما تاخذوها بسهولة. أما عمري فوق 50 سنة حاطط شبكة عم باخذ أسبرين، منيح الأسبرين بيوقيك من نقص التروي وبيوقيك من سرطان الكولون، بس تعمله. لاثنين بدي أحكي على الشائع كتير، بأنه خد كلس وخد مغنيسيوم، خد حمض الفوليك، خد فيتامين دي. الحقيقة الجمعية الأمريكية للسرطانات لم توصي بذلك على الإطلاق، وحتى لم توصي بحمية غذائية محددة. بتعرف إنه إحنا يعني الفيتامين دال بخفف، لكن لا يوجد توصية. بمعنى آخر الدليل ليس قويا حتى هذه المرحلة، فما كتير تشغلوا بالكم، وخاصة الرجال يروحوا يأخذوا كلس كتير. دائما نرجع للطبيب بكل الأعراض اللي ده مثلا بياخذ كلس كتير مشان يحمي حاله من سرطان الكولون، وبزيد عنده سرطان البروستات، فبدنا ندير بالنا. هذه التوصيات إذا لم تكن مدعومة بأدلة علمية مباشرة ومن جهات عالية المستوى، بعتقد هي أكثر، هي يعني وهم أكثر ما هي حقيقة. شكرا دكتور لكل نصائحك، وشكرا لهالمعلومات. صباحك صحة، ونحن أكيد بالسلامة والصحة لكل حدا عم بيشوفنا. شكرا دكتور لحضورك. شكرا لكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني حكينا عن السرطان عند الصبح، بس هذا مهم لحماية المجتمع من هذا المرض. إن شاء الله الصحة والسلامة لكل الناس. اكتشافه المبكر هو أهم شيء. شكرا كثير لك دكتور. أما هلأ صار الوقت لتنتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا شيرين. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين، صباح الخير مشاهدينا. موجز لي أهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن لبنان أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقال في كلمة له إن لبنان سيتخذ موقفه، ونأمل أن تكون خواتيم هذا الملف جيدة لما يفتحه من آفاق واعدة للبنان. نحن أمام أيام حاسمة، وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه مسؤولو الدولة في هذا الموضوع، وإلى أين ستتجه الأمور. أهمية ما جرى اليوم أن هناك نص مكتوب مقدم من الجهة الوسيطة لرؤساء الثلاثة. نحن من موقعنا نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة إن شاء الله، وأن تكون طيبة للبنان وللبنانيين جميعا. إذا وفق الله سبحانه وتعالى لنتيجة جيدة وطيبة في هذا الملف، فإن ذلك سيفتح آفاقا كبيرة وواعدة جدا إن شاء الله.
خرجت محطة تحويل تل تمر بريف الحسكة عن الخدمة مجددا نتيجة عدوان الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين على قرى تل تمر بريف المدينة الغربي. وأكد مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور العقلة أن خروج محطة التحويل عن الخدمة جاء جراء العدوان التركي على قرية أم الكيف بريف تل تمر الشمالي وتضرر خط التوتر المغذي للمحطة. استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب فايز خالد دمدوم استشهد على الفور إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في عنقه أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية. وفي خبرنا الأخير، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقات بلاده مع الصين بالمتطورة رغم تعقد الوضع الدولي. وقال بوتين في رسالة تهنئة وجهها لنظيره الصيني بمناسبة الذكرى 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أنه على الرغم من تعقيد الوضع الدولي تتعاون موسكو وبكين بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات. ختام الموجز، والآن عودة إليك نيرمين. شكرا لك شيرين، وأكيد مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير، ووصلنا لمساحة جديدة مع عالم التجميل. أكيد نيرمين، صرنا نشوف بالآونة الأخيرة صار في صيحة خلينا نقول وموضة بعالم التجميل، وصرنا نشوف قصص كتير الفيلر والبوتوكس اللي هنن غزو خلينا نقول العالم، وصار الشباب جنب الصبية بهذا الموضوع يعني. صحيح، وقديش هاي الإجراءات عم تضيف جمالية، البوتوكس أو الفيلر، عم شوف أشخاص عم يتغير شكلهم كليا، في منهم للأفضل وفي منهم للأسوأ إذا بدنا نقول. هلأ دائما المبالغة بتروح فينا للأسوأ بكل مجالات الحياة. اليوم رح نضوي على موضوع الفيلر والبوتوكس، شو هو الفرق بين هاي المادتين وهل له نفس التأثير على أجزاء الوجه؟ معلومات كتير حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم الدكتورة ميرال الناصر، وهي اختصاص التجميل. يسعد صباحك. صباحك جمال. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. رغم انه الحديث كثير عم بيكون بمختلف عيادات التجميل والمراكز وحتى عبر السوشيال ميديا عن موضوع البوتوكس والفيلر، ولكن بعض الاشخاص ما لهلا ما بيقدروا كثير يميزوا بيناتهم، فخلينا نفرق بيناتهم. تمام، هلا بدايه جمالنا هو مرايتنا يلي راح تعكس صحتنا الداخليه وراحتنا النفسيه. اي اجراء ممكن نحن نعمله لحتى يبيننا بشكل اجمل فهو اجراء طبي، خاصة إذا كان تحت إيد خبيرة فهو رح يعطينا راحة نفسية أكيد ورح ينعكس بشكل أو بآخر على نفسيتنا. بداية البوتوكس أو الفيلر هي من الإجراءات الحديثة كتير أخذت رواج عالميا، وحاليا بسوريا كتير صايرة يعني من الإجراءات المتداولة بشكل كتير كبير. البوتوكس له عدة استخدامات، ممكن نحن نستخدمه لإزالة التجاعيد وإعطاء مظهر شبابي أكثر للبشرة. طبعا نحن البوتوكس والفيلر كل واحد منهم له استخدامات مختلفة عن بعض تماما. اثنيناتهم بنسميهم أو بنحطهم تحت نطاق تجميل الوجه اللاجراحي، يعني نحن بنعمل تجميل بدون اللجوء للجراحة أو بنسميه شد وجه سائل أو شد وجه بلا جراحة. البوتوكس استخداماته للتجاعيد التعبيرية يلي بتظهر علينا بلا وقت اللي بنعمل تعابير بوجهنا، يعني وقت بنرفع الحواجب أو وقت اللي بنعبس أو وقت اللي بنضحك حوالي العين، هاي التجاعيد هي بنسميها تجاعيد تعبيرية، نحن بهي الحالة بنستخدم بوتوكس. أما الفيلر هو مادة مالئة مكونة من حمض هيالورونيك أسيد، هاي المواد بتعطي حجم لحتى نحن بتعوض النقص الموجود بالبشرة أو التعب أو الترهل الناجم عن العمر أو تعب البشرة والتجاعيد. التجاعيد العميقة والثابتة بنعالجها بالفيلر، تجاعيد تعبيرية بنعالجها بالبوتوكس، هذا الفرق بيناتهم. طبعا في مناطق معينة بالوجه نحن خلينا نحكي عن المناطق اللي نحن اليوم بحاجة إنه نعطيها بوتوكس والمناطق اللي هي بحاجة للفيلر يعني. تمام، هلا بداية في مناطق طبعا نحن بنفضل نستخدم لها بوتوكس أكثر من الفيلر، مثل مناطق أو النصف العلوي من الوجه، مثل منطقة العبسة بين الحاجبين ومنطقة الجبين ومنطقة حوالي العين. التجاعيد التعبيرية بهي المنطقة نحن بنعالجها بالبوتوكس. أما الفيلر نحن بنعالج فيه التجاعيد الثابتة الموجودة مثلا بالمنطقة النازوليبيا أو خطوط الضحك، ممكن نحن نستخدم الفيلر لإعطاء حجم أو إعادة تكوين الوجه. مثلا ممكن نستخدمه لحتى نملل الخدود
او ممكن لحتى نستخدمه لحتى نعمل دقن، تحديد الدقن، او منطقه التكساس او منطقه الحنك، هون نحن بنعطي اعاده تشكيل لهيكليه الوجه بشكل احلى وارتب. دكتوره، كثير الدراسات وكثير الاخصائيين بيطلعوا بيقولوا انه ماده البوتوكس والفيلر هي امنه، ولكن بنشوف بعد النتائج احيانا بتكون للاسف هي ما بترضي المريض، مشان ما اقول انه سلبيه او سيئه، ودائما يقال انه البوتوكس ازالته من الوش اسهل من الفيلر، فشو السبب؟ وخلينا نحكي عن حالات اللي بتصير بالفيلر، مثلا احيانا بنلاقي تجميع صار لهي الماده بمنطقه معينه، بيقولوا لك انه تغير حتى شكل المنطقه اللي حققنا فيها، يعني مو بسهوله ترجع مثل قبل. قديش كمان هي المعلومه دقيقه؟ تمام. هلا بدايه البوتوكس او الفيلر هن المواد مرخصه من منظمه الصحه العالميه، يعني احنا عم نستخدم مواد امنه 100% وقت اللي بتنحقن بطريقه صح وللمريض الصح، فهي مواد امنه. بس في اشخاص بتكون ما انا مناسبه لهي الحاله وبتأصر انها تعملها، فممكن انه شوي يصير في عنا اثار جانبيه. طبعا الاثار الجانبيه هي مؤقته، ابدا ما انا دائمه، وكله بيتراجع. مثلا البوتوكس مدته 3 لـ6 شهور، خلال هي المده نحن اي اثار جانبيه بتكون راحت، نحن فينا نتفادى قدر الامكان الاثار الجانبيه عن طريق استخدام كميه مناسبه للمريضه والمناطق الحقن المناسبه، يعني نحن بنحقن بمنطقه مناسبه مشان ما يصير في عندنا بعض الاثار الجانبيه مثل تهدل الجفن، او مثلا ممكن جهه تطلع اكثر من جهه بالحواجب، هذا الشيء بيصير بالبوتوكس. شو بتعملوا بهذا الاجراء؟ هلا بصراحه البوتوكس ما في ولا اي طريقه فينا نشيله غير انه نحن ننطر، لانه البوتوكس بعد 3 شهور لحاله رح يبلش يفك، خاصه البوتوكس اللي عم يجي على البلد، يعني انه 3 شهور عم ببلش يفك ما عم بيضل اكثر من هيك. في عندنا بوتوكس الابتسامه اللثويه له شويه اثار جانبيه، يعني نحن ما كثير بنفضل انه نحقنه بهي المنطقه، لانه ممكن ياثر على الكلام، الصبيه وقت اللي بتحكي ممكن شوي انه ياثر عليها بهي المنطقه. اما مشان الاثار الجانبيه للفيلر، فاكيد ممكن يصير في عندنا بعض الاثار الجانبيه بعد الحقن، مثل مثلا الكدمات او التوزم او التورم منطقه الحقن، هو شيء كثير طبيعي. الشيء المو طبيعي هو انه نحن يصير في عندنا تكتلات. هلا التكتلات لها كثير اسباب، ممكن انه يكون الاسباب ناجمه عن الماده المحقونه، ممكن يكون السبب ناجم عن الطبيب اللي حقن الماده، وممكن يكون سبب ناجم عن المريض، مثلا عدم التزام بالتعليمات اللي نحن بنعطيها مشان نتفادى هذا الموضوع، مثل مثلا الاكثار من شرب السوائل، المفروض كثير نكثر من السوائل، مثل مثلا تدخين الارجيلي. في صبايا بنقول لهم انه ممنوع دخانوا ارجيلي، هم بيخلصوا مثلا لا بيروحوا فورا بدخنوا بارجيلي لانه ما بيلتزموا. فقدر الامكان الالتزام بالتعليمات رح يخلينا شوي نبتعد عن الاثار الجانبيه اللي ممكن تصير. ذكرتي حضرتك بعض الاثار وقلتي انه ممكن الصبيه ما تلتزم بتعليمات الطبيب. اليوم نجاح الفيلر او البوتوكس على شو بيعتمد؟ هل يعني طبيعه الوجه اكيد لها علاقه بالقصه يعني، واكيد نوع الماده. وذكرتي نقطه كثير مهمه، قلتي انه نحن المواد اللي عم بتفوت على البلد يعني بعد 3 شهور عم تبلش تفك، ولكن بتنزلي او بتشوفي اي طبيب بتشوفي تفاوت كثير كبير بالاسعار، يعني بيقول لك هذا نوع غالي، هذا وسط، هذا وكلهم بالنتيجه هي نتيجه واحده، 3-4 شهور بتبلش تمام تظهر تجاعيد مره ثانيه. تمام. هلا بدايه اول شيء بصراحه البوتوكس مثلا خلينا نحكي عنه، في اكثر نوعين موجودين بالبلد، هم صيني وفي كوري. هلا الصيني هو امتيازات عم يجي، يعني الماني او فرنسي، يعني وقت بتقولي مثلا الماني او فرنسي فهو صيني امتياز الماني. وفي عندنا كوري. هلا الكوري نحن شوي شده اخف، بنستخدمه للاشخاص اللي بيتحسسوا، مثلا اذا في عندنا اي شخص بيتحسس ممكن نستخدم له نوع كوري. الانواع الثانيه كمان ظريفه وبتعطي نتيجه حلوه، بس الاشخاص اللي بيتحسسوا ممكن يلاقوا شويه اثار جانبيه عليها. اما كنتيجه اثنيناتهم عم يعطوا شد حلو وشد مقبول. في عندنا شيء اسمه بيبي بوتوكس اللي هو نحن بنتحكم فيه عن طريق حل الماده بكميه معينه، لانه في مواد تجي بودره ونحن بنحلها، وفي مواد تجي غاز موجود بقلب البوتوكس، وفي مواد بتجي سائل. نحن بقى حسب كيف بدنا نستخدم وحسب النتيجه اللي ناطرين نشوفها على الصبيه بنستخدم المواد المطلوبه. طيب خلينا اكثر دكتوره نعرف الاجراءات، يعني ايمت الصبيه بتقول انا بناسبني بوتوكس وايمت فيلر، خصوصا مثل ما عرفنا في مناطق بناسبه اكثر بناسبه حقن المادتين مع بعض. تمام. هلا بدايه الفيلر نحن بنستخدمه مثل ما قلت لك يفضل للنصف السفلي من الوجه، لانه هو بيعطينا اعاده تكوين للملامح او تعبئه، يعني اي منطقه نحن بنشوف فيها مثلا ترهل بهي المنطقه ممكن نحقن فيلر، ترهل بالمنطقه حوالي التم نحقن فيلر، بالخدود ممكن نحقن فيلر، شفايف كمان اكيد فيلر. البوتوكس بيبقى للجزء السفلي. طبعا في بعض المناطق نحن ما كثير يفضل انه نحقن فيها فيلر، مثلا منطقه العبسي ما كثير ظريف الفيلر بهي المنطقه، لانه شوي له بعض الاثار الجانبيه بنبقى نحكي عليها. فنحن الفيلر بنستخدمه بالمناطق اللي ذكرتها، والبوتوكس بنستخدمه له عده استخدامات بالاضافه للتجاعيد. ممكن نستخدمه مثلا لبوتوكس فرط التعرق،
لعلاج فرط التعرق الراحي او الاخمص للقدم، ممكن نستخدمه لفرط التعرق تحت الابط، ممكن نستخدم البوتوكس لعلاج الابتسامه اللثويه، وممكن نستخدمه كمان لعلاج تجاعيد الرقبه. طيب عم نحكي اليوم عن اجراءات كثير مهمه. اليوم وقت بزورك اي ما بدنا نقول عنه مريض، اي شخص حابب انه يعمل هي الاجراءات التجميليه، اكيد في نصيحه بتقدميها بتعتمدي كثير على شكل الوجه. دائما بنشوف في اوفر بالقصص، يعني ان كان بالنفخ وان كان بالشد، بتحسي احيانا انه في حدا عم يحاكيك انت ما عم تعرفي عم يضحك او عم يبكي، يعني المعالم واقفه تماما. يعني اليوم شو دور الطبيب بهي الحالات؟ هلا في اشخاص هنن بيطلبوا الملامح الجامده، طبعا هو شيء ما له مقبول وما له حلو. وقت اللي انت بتكوني طبيعيه والجمال، يعني انت اللي ضفتي لمسه لبشرتك او لجمالك بلا ما يبين كثير بشكل اوفر، فهو الاجمل. اما في بعض الحالات صراحه وبتجي لعنا يعني وانا شايفتها كثير، ممكن انه ما في ولا اي تعبير بالوجه، لا قدراني تعبس ولا قدراني تضحك، فهو شيء ما له حلو انك انت ما بتقدري تفهمي ردة فعل تعابير ما بتقدري تفهمي تعابير الشخص ابدا، فهو شيء حلو انه نحن نقدر نعبر. وقت اللي نحن بنمحي هي التعابير بشكل كامل ما بقى حلو. طبعا هذا الشيء بيلعب دور فيه كثير الطبيب، انه هو ينصح الصبي انه نحن يفضل انه نحافظ على الملامح الطبيعيه. كمان موضوع المواد، لانه في مواد بتعطي شد كثير قوي، وفي وطبعا نحن حل الماده، كل ما حلينا الماده وخففناها اكثر كل ما كانت نتيجتها اخف. يمكن الصبية بتخاف من قصة أنه أنا أرجع بعد 3 شهور أرجع أدفع نفس التكلفة، فخليني أنا أخذ المادة كاملة، يعني على مبدأ أنه بتاخذ يعني مدة أكثر لحتى أتفك، ولا هي يعني حتى لو كانت البيبي أو حتى كان كامل 3 شهور؟ هي وصلت فيها بنقول نحن 3 لـ6 شهور. طبعا بيلعب عدة عوامل، في عدة عوامل بتلعب دور بهالموضوع، مثلا العمر، عدد مرات الحقن، طبيعة الجسم أو طبيعة الحياة اللي عايشتها الصبية، كيف روتين حياتها اليومي، هذا كله بيلعب دور بمدة ضيان البوتوكس أو المدة اللي بضل عاطي نتيجة فيها. طيب خلينا نحكي عن تقنية يمكن الأطباء شوي أو الأخصائيين عم يتبعوها، هو حقن البوتوكس على مرحلتين. يعني إذا أبرت البوتوكس بدل ما يعطوها بجلسة بيعطوا جزء منها، الجزء الأكبر بأول جلسة، وبيستنوا فترة معينة بيقولوا من 15 لـ20 يوم، بعدين بيشوفوا كيف أخذ البوتوكس، صار في حساسية، وين المناطق اللي بدها. قديش هاي التقنية اليوم بتساعدنا لنتائج أفضل إذا بتقول؟ تمام. هلا نحن صراحه بالبوتوكس في بعض الاشخاص ممكن يصير في عندهم بعض الاثار الجانبيه، فنحن بنحاول نتفادى الاثار الجانبيه اللي بتطلع عنا عن طريق انه نعمل جلسه رتوش. اي اثار جانبيه ممكن تصير نحن بنقدر انه نعالجها بجلسه رتوش. مثلا في اشخاص ممكن يصير في عندهم تفاوت بالحواجب، انه حاجب اعلى من الثاني، ممكن نعالجه بجلسه رتوش. هلا هي شغله كثير مختلفه بين الاطباء، في اطباء بتفضل تعمل كل الحقن من اول مره، وممكن نحتاج جلسه رتوش بسيطه بعد تقريبا 15 لـ20 يوم، وفي اشخاص مثل ما تفضلتي انه بيقسموها على مرحلتين، بقى هون حسب رغبه الطبيب، بس كنتيجه اثنيناتهم نفس الشيء، واثنيناتهم نحن قدر الامكان بدنا نحصل على نتيجه طبيعيه، واكيد ما رح نخلي اي مريضه او اي صبيه انه يكون يضل في عندها اثار جانبيه ما بتتعالج، يعني اكيد رح يتعالج هذا الموضوع. طب خلينا نحكي على موضوع الحقن والبوتوكس. في صبايا بتقول لك انه انا ما بدي فوت بهي القصه، انا بعمر يعني معي لسه وقت، واطباء بيقولوا لك لا مفروض يعني باول تجاعيد تبين، وحتى لو كنت بالعشرين سنه انك تفوتي بهي القصه هو اجراء وقائي اكثر ما يكون علاجي فيما بعد. يعني طيب فيما بعد البوتوكس اليوم انا اذا ساويت مره وتنتين ووقفت ما بقى بدي، شو هي النتائج السلبيه اللي ممكن تظهر على وجهي؟ هلا البوتوكس ما رح يعطينا ابدا اثار جانبيه، بالعكس نحن التجاعيد اللي بتكون موجوده نحن خففنا من ظهورها، ونحن عملنا شل مؤقت للعضلات، فنحن رح نمنع تقدم اي تجاعيد جديده. فاذا بس يروح البوتوكس نحن ما رح ترجع بشرتنا اسوء من قبل، لانه في كثير بيفكروا هيك ترجع مثل ما كانت، ما بصير ارتخاء بالعضلات. لا ما بصير ارتخاء، بالعكس نحن العضلات وقت اللي عطيناها شل مؤقت، وقت اللي بيروح نتيجه البوتوكس رح ترجع مثل ما كانت، بس نحن ما بقى متعودين على شكلنا القديم، فبنفكر انه رجع التجاعيد مثل قبل، بس انه ابدا ما رح يرجع. نحن حمينا حالنا من تطور اي تجاعيد جديده، وحمينا بشرتنا من انه يصير في عنا تجاعيد ناعمه ورقيقه، بالاضافه للنضاره اللي بيعطيها البوتوكس تحت العيون. شو الاجراء الاضبط يعني او الاسلم مثل ما بيقولوا؟ احيانا بيعطوا فيلر كثير ناعم او بيروحوا لجلسات ثانيه. هلا تحت العين في علاجات مختلفه حسب الحاله، ممكن انه نحن في حال وجود تجوير تحت العين مع سواد ممكن نعالج عن طريق حقن الفيلر. طبعا في نوع مخصص لتحت العين، كثير بتدقق على هذا الموضوع لانه منطقه تحت العين هي منطقه كثير حساسه، فانه لازم يكون نوع الفيلر كثير ناعم وكثير رقيق. فنحن وقت بنحقن الفيلر منطقه تحت العين رح يعطينا امتلاء للتجوير الموجود، ممكن يعالج بشكل بسيط السواد كمان، ممكن اذا ضل في سواد نعمل جلسات ميزو تباعا لحتى نحصل على نتيجه حلوه.
طيب خلينا ولو سريعا نذكر بالإجراءات اللي بتصير بعد البوتوكس والفيلر ولازم يتبعوها الصبايا أو الشباب. هلا اهم شيء نحن بننصح الصبايا بعد جلسه البوتوكس ولا الفيلر انه يكثروا كثير من شرب السوائل. يعني بدنا نشرب مي قد ما فينا، شرب بعض انواع الفيتامينات مثلا فيتامين سي انا كثير بقول لهم انه ياخذوا لانه هو بيساعد الفيلر لحتى يتمدد ويعطي نتيجه حلوه اكثر. الابتعاد عن الدخان والارجيله هو شيء كثير مهم لحتى نحصل على نتيجه حلوه. الاعتناء بالبشره بشكل كامل وبشكل سهار عام تمام. هلا اجباري يعني نحن التغذيه الجيده بعض الاكثار من الفيتامينات الخضروات الفواكه كله له دور اكيد لحتى نحصل على نتيجه حلوه ان شاء الله دائما بالصحه والسلامه للجميع. واليوم دائما هدول الاجراءات نحن صرنا بالبدايه كانت الناس مستغرب القصه ولكن الكل اليوم مع هاي القصه طالما نحن عم نعمل شيء ايجابي بحياتنا. صباحك جمال وشكرا لحضورك دكتوره لليوم. صباح الورد لكم وشكرا كثير لكم على استضافتكم الي وان شاء الله بشوفكم بخير دائما ان شاء الله دائما. اهلا وسهلا فيك دكتوره. اما هلا صار الوقت لننتقل لمحطه جديده من محطات صباحنا غير رح نروح فيها لحمص تحت عنوان جبال الصوان. تم انجاز 15 عملا فنيا قيما في ملتقى سيلينا الثقافي الفني بنسخته السادسه في بلده عيون الوادي. التفاصيل مع شيرين العلي. تتعدد أنواع الحجارة التي يستخدمها النحاتون في إنجاز أعمالهم الفنية ولعل أصعب هذه الأنواع حجر البازلت المتوفر بكثرة في مدينة حمص إلا أنه شكل تحديا ومتعة بنفس الوقت للفنانين في ملتقى سيلينا الثقافي الفني بنسخته السادسة ببلدة عيون الوادي والذي حمل عنوان جبال الصوان منجزين 15 عملا نحتيا قيما. تسمي بجبال الصوان لأنه الحجر اللي عم نشتغل عليه هو لونه يشبه الصوان إنما الحجر بازلت من مستقدم من حمص بحجوم متوسطة إلى كبيرة. 15 نحات عطوا مدارس فنية كتير مهمة، تعبيرية رمزية تجريدية كل واحد بأسلوبه الخاص أو بانتمائه لأي مدرسة أو يعمل مدرسة جديدة، المهم هو فسحة للعطاء. قديش فينا نعطيهم طاقة أمل وفرح للوجوه هاي بنعطيهم، قديش فينا نساوي مساحة من الحب تعبير داخلي ينعكس بالحجر الأسود بيكون كتير مهم ومناسب وكتير مسؤولية حقيقية. هلا مثل ما عم نشوف بزمن الانكسارات بازلت الحمصي معروف عنه قديم هو متين وسهل التعامل معه وجميل كمان الإخراج فيه جميل وحلو. رأيي الخاص جردت المرأة من فكرة الكلاسيك الشعر والعنق طبعا شبهتها بالسمكة إلى مدلول عميق من حيث العطاء الخصوبي جمال. اختلاف المدارس الفنية وخبرات الفنانين أفضى إلى تنوع مواضيع المنحوتات التي تتسم بالروح والجمالية وعلى مدار الملتقيات تتزين بها منطقة عيون الوادي المعروفة بطابعها الجمالي والثقافي والفكري. الثور هو رمز كتير هام عبر الحضارة السورية تجسد بكتير من حضاراتنا بس على العموم كان هو رمز من رموز الخصوبة الأساسية في التاريخ. يعني طيرين بسفينة شوي هيك العلاقة بالأساطير القديمة رومانسية ماشي البحر عم تموج وفي عليها اثنين عشاق مع اللون الأحمر اللي بيدل طبعا على الشيء له علاقة بالرومانسية. حاولت أنه اتعاون مع الطبيعة أنه في هذا الشكل موجود أنا أكمل عليه لحتى أظهر الشكل أكثر فوصلت لنتيجة الحمد لله أنا بالنسبة لي مرضية أنه شكل جديد بأسلوبي الخاص طبعا. ولعل أكثر ما تميز به الملتقى هو الجو العائلي البسيط الذي كان قاسما مشتركا بين الجميع وفرصة لتبادل التقنيات والثقافات وحافزا لمشاركة كبار الفنانين. شيرين العلي الإخبارية السورية من بلدة عيون الوادي بريف حمص الغربي. نحن بصباحنا لليوم وحنروح لتقرير ثاني. بمناسبة اليوم العالمي للقلب أقامت الشركة العالمية للصناعات الدوائية يونيفارما وبالتعاون مع المكتب الصحي الخيري في مقام عين الزمان في مدينة السويداء يوم مجاني للكشف على مرضى القلب وتوزيع الأدوية. هنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. بمناسبة اليوم العالمي للقلب
أقامت الشركة العالمية للصناعات الدوائية يونيفارما وبالتعاون مع المكتب الصحي الخيري في مقام عين الزمان في مدينة السويداء يوما مجاني للكشف على مرضى القلب وتوزيع الأدوية المناسبة. مشاركتنا باليوم العالمي للقلب هي مشاركة تاريخية، كل سنة نحن بنشارك فيه، كل سنة بنعمل على توزيع أدوية مجانية، نشرات تثقيفية، مساعدة المرضى إن كان بالفحص الطبي المجاني وإن كان بتوزيع الدواء، بالتنسيق دائما مع الجمعيات الخيرية، مع المركز الصحي بعين الزمان، مع المشافي بالمحافظة. المكتب الصحي يعمل على تقديم الخدمات الطبية المجانية المتنوعة ويشمل أكثر من 50 طبيب متطوع باختصاصات مختلفة وأجهزة حديثة للكشف على المرضى وإعطاء الأدوية اللازمة، بالإضافة لإجراء عشرات العمليات الجراحية سنويا. قسم في أكثر من 50 طبيب بعينوا استشارات ومعاينات مجانية من كافة الاختصاصات، أجهزة حديثة مقدمة بتبرع من مفوضية اللاجئين، جهاز تخطيط عصب، تخطيط دماغ، سنية، عينية، هذول أجهزة من قبل أشخاص متبرعين بالاغتراب. تقريبا بين 1600 إلى 1800 خدمة بنقدمها نحن شهريا مع المؤسسات الحكومية في مبادرة بعين الزمان لتوزيع الأدوية، فنحن بالإضافة إلى دور الحكومي في دور للمجتمع الأهلي. توحيد الجهود وتضافرها هي السبيل الوحيد لتجاوز المحن والوصول إلى بر الأمان. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. ومساحتنا الأخيرة لليوم رح تكون ضمن عالم الجمال وتصميم الأزياء وخصوصا بلمسات أنثوية. مين منا يعني رشا لما يكون عنده مناسبة ما بيفكر شو بدنا نلبس، وخصوصا لما نحن دائما عم نفكر بهاي القصة ودائما شو بدنا نلبس بالأخص بالمناسبات، ويعني لما يكون عندنا نعمل سيرج وبحث على المواقع شهلكتني هالمواقع نشوف اليوم شو أحدث الموضات، وبتجذبنا دائما الألوان والتصاميم الحلوة. صحيح، هو دائما نحن بندور على المواهب السورية والمصممين السوريين. اليوم رح تكون معنا مصممة أزياء حابه تاخذ خط تصميم فساتين السهره والسواري، واكيد بيسعدنا نرحب بالسيده بدور الحسين. يسعد صباحك. صباحك يا اهلا وسهلا. اهلا فيك، ان شاء صباح الخير. صباح حلو اليوم الشيء اللي لابستيه هذا اكيد شغلك. اكيد اليوم هيك دائما حلو مثل ما بيقولوا شوف اللي عم يشتغل القصة يجربها، يعني دائما بدور وقت نحن نبلش بأي شيء بنحبه بحياتنا. أكيد أنت بلشتي بعمر كتير صغير لليوم أنت قادرة توقفي وتصممي وتعرضي. خلينا بداية نحكي بشكل عام شو هو تصميم الأزياء، هو بعيدا عن الخياطة، دائما احنا بصير في خلط بالقصة، انا رحل عن الخياطة بدي فصل فستان، ولكن في تصميم في ديزاين قبل هاي الخياطة، خلينا نحكي عن هاي القصة. هلأ هو تصميم الأزياء هو فن موسمي كتير بيتأثر بثقافة المجتمع يلي نحن فيه، ودايما بيتجدد وبيعطي موسم وراء موسم. شو؟ تمام، تفضلي معك. أكيد تفضلي. نحن كنا بدنا نسألك، عم نحكي عن خطوط الأزياء إذا بدنا نقول. قبل ما نحكي عن صيحات الموضة، نحن بنعرف مصممين الأزياء بيحضروا قبل بكولكشن. تمام. يعني مثلا إذا نحن هلأ بالشتي فأنتوا بتكونوا لا عم تحضروا للخريف وللصيف. منين تستوحوا الأفكار؟ يعني أنتوا دائما سابقين الوقت قبل ما ينزل على السوق. تماما. هلأ نحن كمصممين أزياء، هلا مصممين الأزياء العالم اتفقوا على إنه يكون في موسمين فقط وليس أربع مواسم للعام الواحد يلي هنون مرتبطين سوا، يلي هو الصيف والربيع موسم واحد والخريف والشتاء هو موسم واحد. قد ايه بيتم التجهيز؟ يعني انتم بتاخذوا شتي كامل لتجهزوا لموديلات الصيف والعكس صحيح؟ ايه تماما. هلا نحن بالصيف بنجهز منشتغل شتوي، وبالشتاء فنحن منشتغل صيفي. بدور بأي عمر انتي بلشتي هاي القصة؟ خلينا نرجع لورا هيك. تماما. بلشت بعمر كتير صغير. بتذكر انا كان عمري كان عمري 9 سنوات، فمامتي كان عندها مركز تجميل، فبتذكر انه انا قد ما كنت حب الرسم
فبتجي الصبية ماما بتحط لي كرسي لقدر أنا طول الصبية وأعمل لها ميك اب، فصاروا يطلبوني أنا أكثر من ماما اللي هي بخبرة 30 سنة، وهيك تطورت معي القصة وكبرت وصار عندي إياها بكل شغف وبكل حب وما وقفيني من دونها. تعودتي. هي القصة بتجي مثل ما بيقولوا الواحد بيولد وموهبته بتجي معه أو بتولد معه. فعرفنا أنت بلشتي أو بتكتشفي هاي الميول عندك من عمر الطفولة طبعا. ولكن أيضا أنت دعمتي هذا الشيء بموضوع الدراسة ودرستي قسم طبعا. تصميم الأزياء. خلينا نحكي طبعا. أكثر عن هاي الفترة، قديش عملت لك نقلة نوعية وغيرت لك يمكن يعني فكرتك عن عالم الأزياء. فكرة الدراسة قديش فاديتك، قديش صقلت هاي الموهبة عندك؟ لا هلا ما فينا نقول هيك، لانه هو تصميم الازياء هو 50% موهبه و50% دراسه، يعني الاثنين هنون بيكملوا بعض. يعني مثلا اوقات نحن بنوظف اشخاص هن بيكون عندهم مثلا موهبه الرسم او هن بيحبوا مجال اللبس فينا نقول، فهن بيفكروا انه كتير سهل انه هنن يوصلوا لانه يكون او تكون مصممة ازياء. هلا هذا الشيء كان ممكن يكون سهل ما قبل مثلا فينا نقول 100 سنة، لانه نحن اليوم بعصر فيه جامعات كثير موضة تماما، فيه جامعات كثير عريقة بتخرج مصممين ازياء بشهادات عالمية، اليوم في عنا اكاديميات، فهذا الشيء كثير مهم انه يكون مرتبط بالدراسه والموهبه. بدور هلا انتوا جهزتوا لشتي 2023 خلينا نقول، شو مخبين لهذا الشتوية؟ شو يعني شو حنشوف يعني ضمن هذا الشتي؟ هلا اكثر شيء ممكن حتشوفوه بسنه 2023 هي الملابس الفضفاضه الواسعه، والنقشات هي بتكون النقشات التراثية اللي هي بشكل عشوائي وليس بشكل، صرنا نرجع نشوف الموضة القديمة نرمين ترجع نزلت الأسواق كان الكوب العريض مثل ما قلتي الملابس الفضفاضة البناطلين اللي هنرجع نشوفها بكثرة بالشتوية يعني؟ اي اكيد. هلأ نحنا اذا بنرجع بالموضة للسبعينات او الستينات فينا نقول كانت موضة الشلوستو للرجال، صح. نحن كمصممين رجعنا نشطنا هي الموضة، بس بدل ما تكون للرجال فهي صارت للنساء. خلينا نقدم نصائح اليوم، أكيد أنت يعني ضمن اختصاصك بتشوفي صبايا يمكن بمناسبات معينة عم يرتكبوا بعض الأخطاء بتنسيقهم لفستانهم أو باختياراتهم، خلينا نقدم نصائح اليوم للصبايا باختيار فساتين السهرة ضمن مجال اختصاصك. تماما. هلا انا اذا بدي اقدم لهم نصيحه فانا بقدم لهم نصيحه انه هنن ما ينزلوا على الاسواق بشكل عشوائي وهنن مو عارفانين شو اللون يلي هو بيليق عليهم، لون البشره، حتى لون القماش، فهذا شيء كثير مهم. يعني مثلا اوقات بيكون في اشخاص شايفين تصميم معين بيكون على التي في او حتى بيكون على النت وسائل التواصل تماما او بمجله فبيعجبهم هذا التصميم فهم بيحبوا يلبسوا وما لهم قادرين يتوجهوا لمصمم ازياء، فهون شو بيعملوا؟ بينزلوا على السوق. بينزلوا على السوق هن اكيد ما حيلاقوا نفس الشيء اللي هن بدهم اياه لانه هن شايفين تصاميم خاصه، والتصاميم الخاصة هي ما لها مطروحة بالأسواق أبدا، فهون هنن يضطروا إنه هنن يلبسوا شيء مشابه للشيء اللي هنن بدهم إياه، وهذا الشيء ما بيعطيهم الإطلالة المناسبة لهم 100%. طب بدور قد ايه اليوم مهم الصبية إنه تنسق شكل الجسم مع التصميم؟ احيانا نشوف حتى لو جاهز يعني كونك انت اليوم مصممه بتشوفي هيك حالات كثير انه بجوز الفستان ما بيلبق لإلي بيلبق لنيرمين بس انا عندي عناد انه انا بدي البسه. اليوم قدمهم هي الفكره انه انت تقدري مثلا تقنعي الصبيه انه شكل جسمك ما بيناسب هذا الموديل يعني نروح لشيء ثاني يعني. تماما.
هلا تكون هي الصبيه جايه لعندي لمكاني الخاص اللي فيني، انا اكيد قادره اقنعها بارض الواقع وليس بالكلام. يعني انا ما بحكي لها هذا الشيء لابق لك او هذا الشيء مو لابق لك، انا بورجيها على ارض الواقع. مثلا في اشخاص بتكون كثير نحيفه، هذا الشيء صاير معي، بدها تلبس فستان اسود وبيكون كثير عالجسم ضيق، فهذا الشيء حينحفها اكثر وما حيعطيها الاطلاله يلي هي بتكون لائقه فيها. فانا ممكن اتجه على الالوان الفاتحه وبخليها تشوف وتقيس وتقتنع، وهي بتكون لابسه الشيء اللي انا بدي اياه، وهي بدون ما تقولي لا ما بيلبق لك او ممكن تنزعج من الكلمه، وهي بتكون كثير مبسوطه. بدور كثير بنشوف صبايا عندهم تجارب بيقولوا لك انا بشتري القماش بروح لعند مصمم او خياطه وهي بتعمل لي الفستان، في اشخاص وحتى قالوا يعني في بعضهم انه اوفر يعني ماديا من انه يشتروا فستان جاهز من السوق، وفي اشخاص بيقولوا لك لا العكس، بعالم التصميم اليوم هو انه يشتروا جاهز من السوق ولا التصميم ايوه بيكون اوفر اذا بدنا نقول ماديا؟ ماديا. هلا ما قبل عدة سنوات كان فينا نحن نشوف انه كثير في فرق بين اسعار الاسواق واسعار المصممين الازياء، بس نحن هلا بوضع كثير صارت الاسعار متقاربه بين الاسواق وبين المصممين، لانه صرنا نحن كثير بصعوبه يوصلنا نحن القماش، فهذا الشيء كثير اثر على الاسعار وخلاها اسعار كثير متقاربه. قصدك قبل كان التصميم هو اوفر؟ ايوه تماما. طيب بدور هيك بشكل سريع، اليوم عم نودع نحن 2022، كان في موضه شفنا اليوم السنه الوان كثير جريئه يعني على واجهات المحلات، وشفنا الكوب العريض ان كان بالبناطلين وحتى بالبيجامات، يعني خبرينا عنه هيك بشكل سريع، شو اشتغلتوا ضمن هذا الصيف؟ شو اشتغلتي انت بشكل خاص؟ بشكل خاص هلا انا بهذا الصيف ما نزلت على الاسواق بضاعه تصاميمي يعني الخاصة، بس أنا كان عندي تصاميمي الخاصة هي بتخص الأعراس والسواري. طيب خلينا نحكي شو الدارج بفصل الشتاء لموضوع الأعراس، نحن نعرف الصيف هو موسم الأعراس ولكن في أشخاص بيحتفلوا بزفافهم بالشتاء، شو الدارج كونه هيك بيكون برود؟ تماما بفصلتين الأعراس حصرا. أوكي. هلأ هو دايما بالشتاء بتعتمدي على الشيء يلي هو مثل انواع الفرو، فهو فستان العروس فهو ما فينا نغير فيه، ما فينا نعمله صيفي او شتوي، ممكن نعمل له شيفون يلي هو الكم، او ممكن نحط له شال هو بيكون من فرو نوعا ما. اليوم شو الالوان اللي بتميلي لها بدور؟ بتحبي الالوان الفاتحه شكلك؟ انا الشيء اللي خلاني اتطور بشغلي اكثر انه انا حدا كثير جريء بالالوان، وهذا شيء كثير مهم لازم يكون عند اي مصمم كان، كسر الالوان والجراءه بالالوان هي كثير مهمه. تمام، خلينا نقدم بالختام نصائح اخيره ممكن توجهيها لكل الاشخاص يلي حابين يقتنوا اي شيء بموضوع اي نوع من انواع الملابس خلال فصل الشتاء، او لا كل الاشخاص اللي حابين يدخلوا عالم الازياء ويدرسوا. تماما. هلا هو اي مهنه بتكون فهي بتبلش بهدف معين، فانا بنصحهم انه هن باول خطوه بيضلوا مكفين هذا الطريق وما يوقفوا قد ما واجهوا صعوبات وقد ما حسوا حالهم انه هن مو قادرين يوصلوا، فهن حيوصلوا ان شاء الله. بنشوفك واصله للعالميه، اليوم نحن كثير بنشجع الصبايا السوريات ليكونوا ضمن هي الازمه لهم مشروعهم الخاص والناجح بحياتهم. شكرا لصباحك وشكرا لهالاطلاله الحلوه، شكرا نورتي صباحنا بدور. شكرا كثير لكم وان شاء الله نهاركم سعيد يا رب. شكرا. مصممات الازياء بدور الحسين شكرا لوجودك معنا وكل التوفيق. اهلا وسهلا.
رشا، وصلنا لختام صباحنا غير، بنتمنى بقى نهار ظريف لكل مشاهدينا، وان شاء الله يا رب بقيه هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير والرزق والبحبوحه وراحه البال، والسوريين وين ما كانوا يكونوا بالف الف خير. يومك حلو يا نرمين، ويومكم حلو وتقضوا برفقه الاشخاص يلي بتحبون، وبكره نهار جديد وطاقه جديده. خلونا نقول يا رب باي باي. باي باي.